السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد أحبائي على قناتكم طريق المستقبل. كتشوفوني كنغبر عليكم بزاف، ولكن ديما خصني نحضر لكم شي حاجة اللي غادي تفيدكم، اللي غتلقاو فيها المصلحة، وشي حاجة اللي هي صحيحة. اما الا جينا نبقاو ديما نديرو هي الأشياء اللي مليح حتى شي مصلحة ما عندنا ما نديرو فيها في القناة، لأنكم يعني غنحمل على العاتق ديالي واحد الخبر اللي خاصو ضروري يكون يعني في المتناول واللي صحيح، واي واحد يقدر يعني يدير به ويستافد منه. سواء الا كنتي اول مره كتشاهد القناه، فما عليك سوى تشترك في القناه وتفعل زر الجرس باش توصل بكل جديد ان شاء الله. ما تنساش دعم لي بلايك وشي كومونتير، ولو تخلي لي كلمه اب. سواء في هذا الفيديو هذا اختاريته سبيسيال باش نهضر على واحد الموضوع اللي هو مهم، بما انكم يعني كاين العديد ديال الاشخاص اشتركوا في القرعه الامريكيه وعندهم حلم انهم يمشيوا لامريكا، وكذلك في القناه كاينين اشخاص ديجا اشتركوا ونجحوا ودابا دفعوا يعني امرو دي اس 260 وتقبلت لهم وصيفطوا الاوراق ديالهم وكيتسناو ان شاء الله لو رونديفو، وكاين اللي منهم حصل على الرونديفو. كنتمنى لاي واحد فهاد الناس اللي كيشاهدوني الان واللي ما كيشاهدونيش في الغيبيه ديالهم كنتمنى لهم كل الخير ان شاء الله، وكنتمنى ربي يحقق لهم الامنيه ديالهم ويلتحقوا يعني بالديار الامريكيه ويطوروا حياتهم ويحققوا الاحلام ديالهم. فهاد الفيديو هذا بغيت نفتح لكم عينيكم نتوما اللي عاد غادي تمشيو ان شاء الله يعني لامريكا، سيرتو ما عندكم حتى شي ديبلوم اللي يقدر يخدمكم يعني بواحد لو بري اللي هو طالع في امريكا. غادي تخدم ولكن غادي تعاني واحد شويه، ماشي مشكل. اي واحد كيبدا من الزيرو وكيبقى طالع شويه بشويه شويه بشويه شويه بشويه، وهذا الشيء كي شويه ديال التعب، ولكن ماشي مشكل. المهم هو تحقق الحلم ديالك وتخرج للديار يعني الديار الامريكيه اللي غتقدر تحقق فيها جميع الاحلام ديالك في يعني في ظرف جد وجيز. بغيت نعطيكم واحد المعلومه اللي هي مهمه ديال واحد العمل. هذا العمل هذا خاصك ضروري انك تمشي لامريكا، يعني تجمع واحد شويه ديال الفلوس وتحاول تكابر وتمشي تدوز يعني وتاخذ ديك لاتيستاسيون ديال، وهي شي فور ديال تراكس. تراكس هما ديك الكميوات الكبار ديال السلعه، الكميوات الكبار ديال السلعه اللي كينقلوا السلعه ما بين ستيت وستيت او ما بين بلد وبلد. سو هاد الدومين هذا فيه بزاف ديال الفلوس، هو الوحيد اللي يقدر مثلا يحقق لك يعني جميع الاحلام ديالك في واحد الظرفيه اللي هي وجيزه. وانا كنعرف واحد الصديق يعني يوتيوبر وكنعرفه من نهار حط رجليه اول مره في امريكا واول مره غادي يدير يعني فيديو في التشانل ديالو، يعني فلاشين ديالو اللي الناس بزاف اللي باغي يمشيو لامريكا راه كيعرفوه وديجا تفرجوا له في الفيديو ديالو. كنت انا من الاوائل اللي درت له سبسكرايب يعني وتبعت المسيره ديالو سواء في انستغرام او لا في اليوتيوب. صراحه السيد ظريف بزاف وكيشارك بزاف ديال المعلومات، وكان سبب انه يعني بحال نقولوا فرش هاد الدومين هذا وعرالو على المرآة ديالو وبين بان هاد الدومين هذا راه دومين يعني بروفيتيبل، يعني فيه ما يدار وفيه بزاف ديال الفلوس اللي يقدر يربح الانسان في واحد الظرفيه وجيزه. حتى هو ملي مشى لتما حتى هو كابر خدم في الريستو، خدم بزاف ديال الحوايج، ومؤخرا مؤخرا مؤخرا كان خدام يعني كيدير ديليفري يعني كيف كيفرق البرقيات مع فيديكس، وسهل عليه الله ودابا ولا شي فور ديال الكاميو ولا ديال الرموك، عفوا ماشي كاميو، رموك، ولا شي فور ديال الرموك ولا صديق يعني داك شي فور ديال الرموك. وبزاف ديال الناس انتقدوا علاش، حيتاش كيبين يعني الاسرار ديال تكون شي فور ديال الرموك وشنو هي الباور ديالك في امريكا و اراوند امريكا بحال دابا كندا وما الى ذلك. سو الى بغيتي تمشي وتكسب الفلوس بزاف، وهي حاول يعني ملي تمشي لامريكا حاول ان شاء الله الى ما عندك لا ديبلوم لا حتى شي حاجه اللي غادي يقدر يخدمك بواحد الثمن اللي هو ممتاز في امريكا، حاول انك تمشي وتحاول دير كما دار سفيان، كما دار سفيان يعني اليوتيوبر سفيان. بزاف الناس راه كيعرفوا هاو يدي التصويره ديالو. هاد السيد هذا يعني بزاف ديال الناس ساعدهم ووراهم الطريق كيفاش يديروا الفلوس في امريكا، وراهم حتى الى كان عندك وقت وعندك موتور اولا طوموبيل وبغيتي تربح واحد 100 دولار ولا واحد 200 دولار في النهار، يمكن لك تمشي تخدم مع امازون ودير لهم يعني ليفغيزون، دير لهم ليفغيزون في داك ستيت اللي نتايا فيها صافي يكون عندك موتور اولا طوموبيل. بحال دير بين بزاف ديال الحوايج الصراحه، وكما قلت لكم راه كان كيمشي اون كومبانيومون للناس اللي متبعينه بزاف، كان كيمشي مع يعني مع الشركه ديال فيديكس وكان كيفرق السلعه وما الى ذلك، ودابا الحمد لله شي فور وكيصور الحمد لله واحد لاصوم اللي هي محترمه
وقدرات الناس تبين له بزاف ديال الطرقان بحرا باش يحقق الاموال الصحيحه وسيرتو التجاره هو كذلك. يعني داك السيد الله يجزيه بخير بين بزاف ديال الناس شنو هي امريكا وكيفاش دير الفلوس في امريكا. سو هاد النصيحه اللي غنعطيكم وهي تمشيو ان شاء الله لامريكا حاولوا انكم ديروا هاد يعني هاد لاتيستاسيون هادي ديال شيفور ديال التراك يعني ديال المركبات الكبيره حاولوا ديروا راه هو اللي يقدر يغير لكم الحياه ديالكم من الأسوأ الى الافضل في الظرفيه اللي هي جد جد وجيزه. مثلا غير في كندا كيتراوح يعني الناس اللي ما كيزيدوا لا سوايع لا والو في الشهر كتوصل الخلصه ديالهم حتى ل 8 مليون مغربيه يعني 8000 دولار. الناس اللي ما كيزيدوا لا سوايع لا والو يعني كيخدموا تقريبا 8 السوايع في النهار. نتايا كسيليباتير او لا متزوج طامح وباغي انك يعني تمشي لامريكا وتصور يعني فلوس اللي هي محترمه فما فيها باس انك تمشي وتزيد بعض الساعات وهكا غادي تكون يعني وصلتي لواحد لاصوم محترمه في الشهر اللي تقدر توصل حتى ل 15 مليون يعني 15000 يعني دولار 15000 دولار في الشهر. وهذه واحد لاصوم اللي هي كبيره وكبيره بزاف اللي تقدر تحقق لك مجموعه ديال الاحلام سيرتو هنايا في المغرب او في الجزائر او في تونس. يعني تقدر يعني في ظرفيه وجيزه تقدر في المغرب تشري ديور دير مشروع دير كافي فواحد الضربيه اللي هي وجيزه اللي غتدخل لك نتايا جالس في امريكا خدام خدمتك والفلوس هنا في المغرب مسيره ومدخلها لك سو وعايش مزيان في امريكا. سو حاولوا انكم يعني اي واحد فيكم حط رجليه في امريكا حاول يتبع الخطوات هذه لانهم هما اللي غادي يقدروا يوصلوك لبر الامان. فاطمة تخدم 3 المليون او 2 المليون ونص في الشهر ولا 4 المليون في الشهر حاول تشوف شي خدمه بحال هكايا كسائق ديال تراكس ديال الشاحنات الكبيره راه هي يعني اللي تقدر توصلك الاحلام ديالك او الكوميرس في امريكا لانه هو اللي خدام. الناس ديال امريكا كيتقداو من ليسيت يعني تكري واحد ليسيت تبيع دي برودوي وما الى ذلك فراك غادي تخدم 100%. هذه هي كانت النصيحه ديالي يعني في هذا الفيديو هذا حاولت نشاركها معكم وكنشكر يعني داك الاخ سفيان اللي متبعو انا بشحال هذه من نهار كما قلت لكم من نهار اول فيديو حطو فلاشين وكيهضر على كيفاش جا امريكا من الاول انا متبعو وعارف الخطوات ديالو. داك السيد مزيان الله يعمرها دار الله يجازيه بخير حيت ورى بزاف الناس طريق النجاح في امريكا وكرهوه بزاف الناس وبغاو يخليوه انه يعتزل اليوتيوب ويعتزل الانستغرام بسبب الحقد والكراهيه ديال المغاربه ديال تما. علاش؟ لانه بين ووضح على واحد الدومين اللي فيه الفلوس بزاف. وشكرا بزاف حيت تبعتوا لا فيديو حتى التالي. هذه فقط نصيحه للناس اللي عندهم طموح انهم يمشيو لامريكا والناس اللي باغيين يمشيو لكندا كذلك اللي عندكم دبلومات يعني في السياقه بالنسبه للتراكس فديروا لي في الكومونتيرات نحط لكم يعني طريقه تسجيل في بعض المهن اللي مختار اللي باغيين يعني دي شوفور ديال تراكس وهكا تكونوا حققتوا يعني جزء من الاحلام ديالكم. نشوفكم ان شاء الله في فيديو مقبل ان شاء الله. تهلاو في راسكم وبالسلامه عليكم.